بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمة الله وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. تعلمنا من امبارح نكون التحية بتاعتنا بخريستوس أفطمف خنقو مزمي أفطمف، المسيح قام بالحقيقة قام. لقائنا اليوم يا أحبائي مع أصحاح 53 من سفر أشعياء النبي، ورسالة بعنوان لمن استعلنت ذراع الرب. الآية دي وردت في أصحاح 53 وعدد 1. لعل هذا الإصحاح يا أحبائي من الإصحاحات المحببة لكثير من الناس. أولا كونوا فضلا يعني عن إنه هو إصحاح معروف، لأنه بيتكلم عن تجسد رب المجد يسوع وآلامه وموته وقيامته وفدائه، بيكشف لينا عن سر آخر وهو سر محبب لينا، هو سر الصليب وقوته، لأنه فيه بسط يديه على عود الصليب وورانا هذا الحب العملي للبشرية. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، قال كده عشان يخلص كل البشرية. ودي النبوة كانت في سفر الخروج أصحاح 6 وعدد 6، وقال لنا كده وأخلصكم بذراع ممدودة. ده الكلام ده كان لمين؟ ده كان لشعب بني إسرائيل عشان يطلع من أرض مصر ومن عبودية فرعون. وإحنا يا أحبائي اللي كنا جالسين في ظلال الموت وفي الظلمة وظلال الموت، احنا ايضا كنا تحت عبودية ابليس والموت، لكن جاء وحررنا وخلصنا بذراع ممدودة. عشان كده رسالتنا حبيت ان انا اختار هذا الاسم لمن استعلنت ذراع الرب. اصحاح 53 وعدد 1، يا رب من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب. وتكلمنا عن هذا الامر في انه ذكر في رسالة معلمنا روميا اصحاح 10. يا احبائي الاصحاح بيورينا عايزين يعني زي ما بقول من الاصحاحات المحببه، لكن في اشياء معينه محتاجين ان احنا نخلي بالنا منها. اولا يناديه ويقول له كده ويقول كده هو ذا عبدي. اللي عنده الكتاب المقدس لو فتحه يلاقي اصحاح 52 ومن عدد 13 مدمج مع اصحاح 53 وعدد 1. يعني تلاقي في الفوق مكتوب كده أصحاح 52 من عدد 13 وبعد كده أصحاح 53. ليه؟ عايز يقول لنا إنه الكلام في 53 ده كله عن عبده، هو ذا عبدي يعقل يتعالى ويرتقي ويتسامى جدا. طبعا معروف إن هي نبوة عن السيد المسيح واللي صنعه السيد المسيح له المجد. لكن السؤال يا أحبائي، لماذا يكرم هذا العبد؟ لماذا يكرم هذا العبد المتألم؟ إن كان الإصحاح كله بيتكلم عن هذا المسيح المنتظر اللي جاي عشان يخلص كل الشعب وكل العالم، جاي سيتألم من أجل خطايا كل البشر، مين كان ممكن أنه يصدق أن الله يمكن أن يختار أن يخلص العالم بمين؟ بعبد متواضع متألم يطيع حتى الصليب، لكن في نفس الوقت هو الرب ملك على خشبه. كان ممكن يجيب ملك مجيد ويدخل ويخلص شعبه، لا. عايز يقول لنا إيه؟ عايز يقول لنا إنه أنا جاي أعمل هذا العمل اللي احنا تكلمنا عنه في أصحاح 52، جاي أحرر شعب الله، ولكن جاي كمان أن أحط ربنا في المكان بتاعه الصحيح بتاعه. وده رسالة لينا، ما هو مركز الله في حياتي؟ هل هو مجرد إنسان عادي يا أحبائي؟ هل هي مجرد قصة؟ أم هل هو مجرد الله اللي خلقني وبس، وأنا مجرد عبد ما عنديش أي علاقة معه؟ ولا هو أبوي السماوي هو الذي جاء ليملك على حياتي؟
إصحاح 52 امبارح تكلمنا وقلنا رسالة وقلنا قد ملك إلهك، وإحنا النهاردة بنقول كده هو ملكي، هو ملكي، الملك المالك على حياتي، تعال يا رب وأملك على حياتي اليوم. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، هذا ما اتممه فعلا السيد المسيح له المجد. يا أحبائي، الآن في هذا الإصحاح يتضح لنا أن صورة العبد مقصود به السيد المسيح ذاته، مش أي إنسان آخر. يعني الديانات الأخرى اللي بتعبد آلهة أخرى، والديانات التي لا تعترف بأن المسيح هو الله الذي ظاهر في الجسد وبتعبد بشر، وهم بيقولوا ان هم بيعبدوا الله، مساكين يا احبائي. اجروا اصحاح 53 من سفر اشعياء النبي، فيه ايه؟ هذا العبد كانت لا يوجد فيه اي شيء حلو في الخارج، بالعكس ده يقول كده في عدد 2، فننظر إليه ولا منظر فنشتهيه، محتقر ومخزول من الناس، رجل أوجاع ومختبر حزن. ده مين ده؟ ده مين اللي يمشي وراه؟ أصلي بيبصوا له مجرد إنسان، أصلي قيمته بالنسبة له مجرد إنسان، لكن لو أدركوا أنه هو الله الظاهر في الجسد، هو الأبرع جمالا من كل بني البشر. هنا يقولك عن السيد المسيح له المجد، وأنا إن ارتفعت إيه أجذب إلي الكل. تجذب الكل بإيه يا رب؟ بحبك. ده أنت على الصليب محتقر ومجروح، ليس له منظر عشان إنسان يشتهيه، بل بالعكس كل دي كان من أجلي ومن أجلك ومن أجلك يا أختي. عشان كده يا أحبائي عايز يقول لنا كده إنه اللي أنا عملته هو كل إنسان مننا هيعيشه في حياتنا. تقول لي زي أبونا، أقول لك حياة الإنسان في خدمته مع الله وفي علاقته مع الله مرتبطة بالألم والمعاناة، ومرتبطة أيضا بإيه؟ بالمجد. إن كنا نتألم معه فلكي نتمجد أيضا معه. وده بيقود الإنسان باستمرار يا أحبائي، إن أنا نفسي إن أنا أخدمك يا رب، نفسي إن أنا أعيش ليك أنت باستمرار. طب هتتألم مش مهم، هتضطهد مش مهم، هتتعب مش مهم، في الآخر المهم بالنسبة لي إيه؟ هو إن أنا أكون باستمرار معاك يا رب، ومش بس في الأرض كمان، ده أكون كمان في السماء في المجد بتاعك. عشان كده يا أحبائي السؤال، يا ترى المسيح ملك ولا يا ترى المسيح محتقر ومرفوض وغير مقبول؟ سؤال علامة استفهام كبيرة. في الأول قلنا هو ملك، جاء قد ملك إلهك، لكن في التهنة بيقول كده هو محتقر ومخزول من الناس. أنا بالنسبة لي يمثل إيه المسيح في حياتي يا أحبائي؟ آخر حاجة في هذا الإصحاح يا أحبائي، إنه في فكرة الألم والمعاناة دي مش شيء غريب ولا شيء جديد أبدا، ده كان في حياة أبائنا القديسين والمسيحيين الأوائل الفكرة دي كانت واضحة جدا. نسمع عنا ونقرأ عنا في سفر أعمال الرسل، أبائنا القديسين الرسل قالوا كده خرجوا فرحين لأنهم حسبوا أن يهانوا إيه من أجل اسمهم. معلمنا بطرس الرسول أخذ الآيات اللي معروفة بالنسبة لنا في أشعياء 53 عدد 6 و7، يقول كده إيه؟ كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه اسم جميعنا. فاكرين يوم الأحد اللي بيتابع معانا كنت قلت في القصة إنه هذا الشخص اللي بيفتش على حياة الأبدية فتح أصحاح 53 وقرأ الآية بتاعت 5، وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلام عليه. طب معلمنا بطرس الرسول قال إيه يا أبونا؟ قال كده في بطرس الأولى أصحاح 2 وعدد 21، لأنكم لهذا دعيتم، فإن المسيح أيضا تألم لأجلنا تاركا لنا مثالا لكي تتبعوا خطواتهم. بس هناك فرق كبير يا أحبائي،
بين المسيحيين وبين خراف إسرائيل الضالة. خراف إسرائيل الضالة للأسف في ناس كثيرين لم يتبعوه، في ناس كثيرين لم تسلم حياتهم لله، في ناس كثيرة لم تتبعه، لكن احنا بنقول عنه ايه؟ هو جه وفدانا، هو الراعي العظيم، راعي الخراف العظيم اللي جه يرعى نفوسنا احبائي، يقودنا الى الحياة الابدية. السؤال الثالث، يبقى السؤال الاول، ما هي قيمة المسيح او ما هو موقع المسيح في حياتنا؟ هل هو كملك ام هو مجرد انسان؟ السؤال الثاني اللي سألناه، هل هو محتقر ومرفوض أم هو مقبول؟ وبالتالي السؤال الثالث، هل إذا كان هو مقبول هل مجرد كلام أم هو فعل؟ هل سلمت حياتك للمسيح الراعي العظيم الراعي الصالح، أم ما زلنا كخراف ضالة؟ كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه. الله لا يسمح يا أحبائي، الله يكشف لنا عن هذا الحب الإلهي. ومين بعد ده كله، مين يقدر يتجاهل هذا الحب الإلهي؟ النهاردة أقول له أشكرك، أشكرك من أجل يدك المبسوطة كانت من أجلي لمن استعلنت ذراع الرب، دي كانت لي أنا يا رب. أشكرك لأنك ضميتني، أشكرك لأنك أنت الراعي الصالح اللي بتعرف خاصتك، واللي أنت دعوتني باسمي وقلت خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها بأسماء. أشكرك من أجل رعايتك واهتمامك، أشكرك من أجل خلاصك وفدائك، أشكرك من أجل حبك. لك كل المجد والإكرام والسجود من الآن وإلى الأبد، آمين.